الاهلي طب عشان بس عايز النص لا تخلص عشان مع بنلعب الوقت نسبة بس. ما دام جاب قصة مرتضى يعني ما دام قصة مرتضى بقى ان هو هيجيب اللعيبة مرتضى منصور لو جه ميدو مش هيبقى في نادي الزمالك والله. دي على مسؤوليتي يعني على مسؤوليتك على مسؤوليتي على استاذ طبعا احمد الخضري بقولها مش ما يتقالش لا انا اللي قال بقول كريم اهو انا اللي استاذ بقول احمد انا اللي الخضري بقول انا اللي بقول ضيفنا الدائم وطبعا صاحب قناه وكل لا حاجه. لا انا اللي بقول قول تاني انا كده بقول مرتضى منصور او ده مش لو مرتضى على طول مش مرتضى منصور على لو طول نجح ولا من نهايه ما هو الموسم؟ بقى يعني مش ما على طول يعني هو استاذ مرتضى ما تفرقش معاه بس هو يعني واخد بالك هو واخد قراره ان هو لو جه طب انا كان معايا كابتن احمد سليمان من 4 5 ايام ضيفنا هنا وقال لي لا الكلام ده مش مظبوط تاني استاذ مرتضى منصور لو نجح احمد حسام ميدو مش هيبقى في نادي الزمالك خلي بص يعني دايما التصريحات المرشحين ما مش فيها دبلوماسيه شويه مش هيكشف عن ده تصريح جامد قوي انت ختمت بيه لا انا واثق من اللي بقوله لك يعني طيب نروح للاهلي.